ماهر، قبل ما نبدا اي حاجه، شفت مباراه الاهلي النهارده ازاي وفوز النادي الاهلي على النادي المصري في بدايه الدوري 4-0 بعد رجوع من هزيمه وخساره بطوله؟ ما الهزيمه دي دروس. ما هو الناس قالت يعني الله الاهلي كان وحش وما كانش في يومه واللعيبه كانت، لكن دي دروس. ما هو النهارده النادي الاهلي مش هياخد كل البطولات، النادي الاهلي مش هيخسر على طول، مش هيكسب على طول، مش هيتعادل على طول، صحيح. لكن في دروس مستفاده بنطلع منها بالحاجات اللي بشكلتها، دروس للعيبه ودروس لمستر كولر. والراجل بصراحه كمان هو في منتهى الشفافيه والعداله، وطلع وقال، قال لا دروس خسارتنا السوبر دروس، انا اول واحد استفاد منها واول واحد هبدا اشتغل عليها. ودخل حتى اللعيبه في اوضه اللبس وقال لهم لازم تتفرجوا على نفسكم تاني وتشوفوا انتوا اخطأتوا في ايه، ويمكن وجه بعض اللعيبه العتاب اللي هو الاب لابنه، من حقه الاب لابنه مدرب ومدرب ومن حقه، وعتاب كمان اللعيبه بتستقبله بحب، لان هي عارفه قيمه الراجل، عارفه الراجل في الجانب النفسي داخل معاهم ازاي ومحضرهم ازاي. فعايز اقول لك، وده بيحصل اسلام طبعا. اول ما نبدا تحس وانت لعيب كوره وعشت الاجواء دي، اول ما تحس انك انت حمى قبل البدايه مش موجوده عندك، مش واصله لك، تقلق. صح، تقلق من الجيم اللي انت رايح له او الجيم اللي انت داخل له. فعشان كده بيقوم بقى اسلام بدور الكابتنه في الجزئيه دي، ويبدا يحفز اللعيبه ويحمس اللعيبه. صحصحوا يا جماعه، الشناوي ليه دور كبير جدا. صحصحوا يا جماعه كل الكباتن اللي موجوده، لما تبدا تحس ان الظاهره دي مش موجوده داخل اللعيبه، ان اللعيبه فيها نوع من عدم التركيز، في نوع من عدم السرحان، هنا بقى بيقوم الدور القيادي بشكل كبير. فدي برضك من ضمن الدروس اللي احنا استفدنا منها بشكل كبير. وبنأكد للكره الاسعار المستديره ملهاش كبير، فيها مكسب فيها خساره، طبعا. ومره مستوى كويس ومره مستوى متوسط. فالنهارده الدروس دي اسلام عملت لنا افتتاح، ما فيش احلى من كده، افتتاح بقالنا فتره ما شفناش افتتاح الدوري العام بهذا الشكل، بهذا الشكل. خصوصا انت ناهي مع المصري، خلي بالك، سواء في الدوري او حتى في الكاس السنه، بالظبط، يعني نهايه السنه اللي فاتت. بالظبط، افتتاح جميل قوي من الكوره اسلام، الكوره اللي استمتعنا اتعب يا كابتن بيها. برضو. اعتقد الانسجام النهارده كان واضح جدا ما بين لعيبه النادي الاهلي، رضا سليم، امام عاشور، محمد هاني، بيرستاو. استمتاع يا اسلام بصراحه، ده بياكد لك انك انت عندك منظومه اختيار للعيبه على اعلى مستوى، وده اللي حصل النهارده. رضا هو بياكد من الماتش الاولاني ان هو خامه فعلا موهوبه، وان هو رايح النادي الاهلي يحقق انتصارات مع النادي الاهلي، ورايح النادي الاهلي عشان يرجع للمنتخب المغربي على حساب النادي الاهلي وادائه مع النادي الاهلي. طبعا امام كمان احنا شفناه قبل كده مع نادي الزمالك، شفناه قبل كده مع المنتخب. امام برضك من اللعيبه اللي فعلا ثقل في نص الملعب بشكل كبير، والنهارده كان واضح مش هما بس، كل اللعيبه النهارده اللي شاركت اسلام، حتى الخمس تغييرات اللي فاجئنا بيها مستر كولر، كل الناس قدم، بتبعت اشاره وبتبعت انذار للانديه وللعالم كله ان النادي الاهلي قادم. النادي الاهلي ممكن يكون خسر بطوله، لكن قيمته في القاره الافريقيه وانتصاراته وانجازاته بتاكد ان اختيارات اللعيبه دي كانت على اعلى مستوى. والخريطه اللي موجود عليها اللعيبه ال 30 لعيبه اسلام، من افضل اللعيبه اللي موجودين في العالم العربي، العالم الافريقي، وهو ده الكوره النهارده. النهارده انت مستمتع المباراه 90 دقيقه او 95 دقيقه، انت مستمتع من تحركات اللعيبه ومن اداء اللعيبه ومهاره اللعيبه، والاهداف كمان اللي سجلت بجمل تكتيكيه على اعلى مستوى، مش ضربه حظ، لا، النادي الاهلي ليه شكل وليه طابع. النهارده بحيي طبعا مستر كولر، وبحيي اللعيبه على استراتيجيته وادائه في مباراه المصري. ومعظم الاهداف يا اسلام جت نتيجه عشرات و15 نقله على اعلى مستوى. صحيح. تغيير من مكان لمكان، من جمل لجمل، وطبعا سمير بيرد علينا طبعا بالمشاهدات الجميله. يمكن مودست النهارده نتمنى ان شاء الله الماتشات اللي جايه نبدا نحس بيه كمهاجم هداف. وانا عايز اقول لو سجل هدف النهارده اسلام، يعني كتب تاريخ حياته مع جماهير النادي الاهلي، وطبعا الثقه المتبادله بين اللعيبه. شايف تحركات اللعيبه النهارده، الجبهات اللي اتعملت النهارده يا اسلام، المواجهه كمان يا كابتن ما بين كولر وعلي ماهر، شفتها ازاي بما انه كولر قدامنا؟ يعني
زي ما قلت لك كولر يعني راجل عشان محترف. دي جمله كمان من الجمل الجميله اسلام، الكوره الثابته بصراحه بنعملها علي معلول، وبعدين هروب ببيت ستاو بشكل كبير. يمكن مثلا حته نهايه الهجمه او التصويبه ما كانتش بالدقه دي، لكن جمله من الجمل طبعا اللي ممكن تفتح لك الجيم المتكتل بهذا الشكل. طبعا النهارده يعني عايز اقول لك الاستاذ والتلميذ، يعني الاستاذ كولر مع التلميذ علي ماهر، يعني طبعا بصفته ان هو من ضمن المدربين الواعدين خلال الدوري الممتاز خلال 3 أو 4 سنين اللي فاتوا، لكن النهارده واضح خبره كولر تفوقت على طبعا حيويه ونشاط علي ماهر. كولر نظر الاستراتيجيه اللي بدا بيها، طريقه اللعب، اشتراك اللعيبه طبعا المحترفين اللي هم لسه متعاقدين معاهم، طبعا الاهداف والجمل التكتيكيه اللي كانت موجوده خلال ال 95 دقيقه. الاهداف في اسلام كلها عباره عن مهارات من تصويب، يعني بص الهدف الاولاني بتاع رضا اسلام، يعني اتلعبت وبعدين جت طلع الكوره، رضا برجله الشمال صوب، واحنا بنقول للعيبه كده اول ما بترجع لك صوب مهما كانت بقى، يعني جايه ضعيفه جايه على عيبها. وبعدين التكمله كمان بمهاره من امام بطرف عينه كده، بطرف عينه شافه فراح مصلحها له وهو جاي. مين اسيست النهارده؟ اسيست حاجه جميله يعني. فطبعا رضا كمان صوب بشكل كبير جدا في كتله من المدافعين، يعني كمان كانت ممكن صعب جدا ان هي تخش المرمى، لكن هو حلاوه الجمله وحلاوه التصليح وحلاوه التصيبه فتحت لنا الجيم طبعا، عشان الهدف الاول بيفرق معانا بشكل كبير جدا في انك انت بيفتح لك الجيم المتكتل اللي كان باني عليه المصري شغله يعني.